في أول تعليق على زيارة وزيري الدفاع الأمريكي والكندي لبغداد، عزى نائب رئيس لجنة الدفاع النيابية حامد المطلق أسباب الزيارة إلى الأوضاع الأمنية والمعارك التي يدعمها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق. المطلق لم يستبعد مشاركة قوات أمريكية في معارك استعادة الموصل ضمن إطار التحالف الدولي. الوضع الأمني اللي يمر بالبلد وتمر بالمنطقة لهما علاقة في زيارة الوزيرين، والانتصارات العسكرية والمعارك التي يخوضها الجيش العراقي والقوات الأمنية وأبناء العشائر وبدعم من التحالف التي تقود أمريكا أيضا له علاقة في هذا الموضوع. القوات التحالف التي تقود أمريكا هي تشترك في كل معارك وتقدم الدعم الجوي للقطاعات العسكرية التي تحرر الأرض العراقية. في موضوع الموصل أيضا هناك يعني بعض الجنود المحدودين من القوات الأمريكية، لكن يعتقد طلب الأمر ربما يعني تشترك القوات يعني بعض القوات الأمريكية في دعم القوات العراقية في تحرير الموصل.